السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم أبناء الطلاب. هنشتغل النهاردة أول درس في الهندسة في الوحدة الثانية اللي هو المحيط. اتعلمنا قبل كده إن المحيط هو طول الخط الخارجي الذي يحد هذا الشكل، يعني لو عندي أي خط أي شكل أجيب محيطه إزاي، أشوف طول الخط اللي بره ده هيبقى المحيط، أجمعه على بعضه يبقى ده المحيط. هنتعلم مع بعض برضه طريقة حساب محيط بعض الأشكال اللي موجودة على الشبكة التربيعية، إن أنا أحسب طول المربع وإزاي إن أنا أجمعهم على بعض عشان أوصل لمعرفة المحيط، وإزاي أجيب محيط مثلث عن طريق مجموع أطوال أضلاعه، أو أي شكل هندسي أجيب محيطه إزاي برضه مجموع أطوال أضلاعه. وهنتعلم طريقة محيط المربع الطريقة العادية اللي بجيب الأربع أضلاع وأجمعهم، وليكن مثلا مربع تضلعه 5 بجيب محيطه إزاي، أجمع 5 + 5 + 5 + 5 بيساوي كام؟ بيساوي 20، او باستخدام القانون احنا اخدنا قبل كده اللي هو الضرب المتكرر، اللي 5 + 5 + 5 + 5 معناها ايه؟ معناها 5 × 4، يبقى 5 × 4 20. يبقى انا عندي قانون لطول المربع، طول المحيط المربع اللي بيساوي ايه؟ طول الضلع في 4. يعني اديني اي مثلا طول ضلع المربع وليكن 6 اجيب محيطه ازاي؟ اضرب في 4، 6 × 4 = 24. اديني 10 اجيب محيطه ازاي؟ طول الضلع في 4، 10 × 4 = 40. وبرضه هناخد محيط المستطيل اللي هو برضه مجموع اطوال اضلاعه، وليكن عندي مستطيل مثلا طوله 5 وعرضه 3، بجيب محيطه ازاي؟ طبعا زي ما احنا عارفين المستطيل فيه طولين زي بعض وفيه عرضين زي بعض، فانا بجمع 5 + 5 + 3 + 3 يبقى 10 + 6 كام؟ 16 سنتي. او ان انا بستخدم القانون بتاعي اللي هو ايه؟ الطول زائد العرض الكل في 2. طبعا كل دي انا بحط قوس، بحط طول زائد عرض في قوس في 2، فاجمع 5 + 3 الاول جوه القوس يطلع 8، اضرب 8 في 2 يديني 16، نفس النتيجه اللي انا وصلت لها بالطريقه العاديه. وهناخد تمرين مع بعض ان شاء الله نتعلم الدرس ده مع بعض، ويلا بينا نشوف. اول تمرين معانا في الدرس اول محيط. اولا احسب محيط كل شكل من الاشكال الاتيه متخذا طول ضلع المربع الصغير كوحده طول. طب انا بعملها ازاي؟ تعال كده نبص اول تمرين. انا عندي ده اللي هو الشكل الاحمر ده، لما احب اجيب محيطه بشوف انا كام مربع، لان المحيط هو طول الخط الخارجي، طول الخط الايه؟ خارجي. فانا بجي كده من فوق هنا مثلا، ادي 1 اهي، 2 3 4 من نص اولاد كده، 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، يطلع كام؟ 14 وحدة. وخدوا بالكم في الأشكال دي بيطلع عدد زوجي، يطلع عدد إيه؟ زوجي. المربع يطلع عدد زوجي، لو طلعت فردي وأنت عملت حاجة غلط يبقى أنت نسيت واحدة، ماشي، أو زودت واحدة. طب تعال نشوف هنا، يلا 1 2 من نص 3، محدش يعمل يجي على الخط بالظبط، لا من نص 4، دي لازم تتعمل. خدوا بالكم الزاوية القايمة يبقى فيها 2 4 5 6 7 8 9 10 11، كأني نسيت دي. هينفع اكتب 11؟ غلط، ده عدد فردي. يبقى لا ارجع ابص، ده انا نسيت واحد، يبقى كام؟ 12، ده عدد ايه؟ زوجي. برضه نفس الموضوع هنا، يلا 1 2، اتفقنا الزاويه القايمه، في ناس تقوم غلطت وعمل 3، اقول له خد بالك الزاويه القايمه ما عملتهاش، الزاويه القايمه لازم يكون لها ضلعين. يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، تمام، زوجي استريح، يبقى انا ان شاء الله عاملها صح. تعالى هنا المحيط ده كام وحده؟ طبعا ده المستطيل، عد كام مربع كده فوق؟ 1 2 1 2 3 4 5 6، 6 مربعات. والعرض كام؟ 1 2 3 4 4 مربعات، بدي 6 بدي تحت 6، ده 4 يبقى 4. المحيط عامل ايه؟ لما اجمع مجموع اطوال اضلاعه يقول مثلا 4 و6 10 و4 و6 2 10، يبقى 10 و10 20، او بالقانون اللي احنا حافظينه اجمع ايه؟ 6 + 4 اجمع طول زائد العرض، واللي يطلع ضربه في ايه؟ في 2، محيط المستطيل. 6 و4 كام؟ 10، 10 في 2 بكام؟ ب 20، تمام. مش لازم بقى ان اقعد امشي ايه؟ واحد، ولو كنت مشيت واحده واحده برضه يطلع صح. بص 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، بس انا مش محتاج اعمل كده طالما عندي شكل منتظم وانا عايز اخد محيطه خلاص اشتغل على طول. المربع برضه هنا ده مربع، تعال نشوف كده كام ضلع، 1 2 3 4، وهنا 1 2 3 4، يبقى محيط المربع كام؟ 4 × 4 بكام؟ 16 وحده، 16 ايه؟ وحده. ممكن اجمع الاربعه زي ما اتفقنا 4 مرات،
لان محيط الخط، محيط اي شكل هندسي، هو مجموع اطوال اضلاع او طول الخط الخارجي. شوف التمرين اللي بعده. اكمل الاستعانه بالشكل المقابل، اطول اضلاع المثلث 3 سم زي ما احنا شايفين اهو، ده من الصفر لغايه 3 ب 3 سم، والثاني 4 سم من الصفر لغايه 4، وده 6 سم من الصفر لغايه 6. فعايز محيطه، احنا عارفين طبعا محيط المثلث ايه؟ مجموع اطوال اضلاعه، لان احنا اتفقنا محيط اي شكل هندسي مجموع اطوال اضلاعه. فاجمع الثلاث اضلاع اللي هو الثلاثه زائد الاربعه زائد السته، اربعه وسته كام؟ اخدنا مكونات العشره، 10 3 كام؟ 13 سم، 13 ايه؟ سنتي. شوف التمرين اللي بعده. اطوال اضلاع الشكل المقابل هي، انا عندي كام؟ انا عندي ده 2 وده 2 وده 3 وده 3 وده 2. يبقى انا عشان اجيب محيط الشكل ده اجمع اطوال اضلاعه، 2 زائد 2 زائد 3 زائد 3 زائد 2. طب 2 و2 كام؟ 4، 4 و3 7، 7 و3 10، 10 و2 12. هنا بقى في الاشكال دي مش شرط يطلع عدد ايه؟ زوجي وفرد، لكن على المربعات لازم يطلع عدد زوجي. هنا محيط الشكل برضه اجمع اطوال اضلاعه، اللي هي 4 زائد 2 زائد 4 زائد 2. 4 و2 كام؟ 6. 4 و2 كام؟ 6. 6 و6 كام؟ 12. طبعا متوازي الاضلاع محيطه زي القانون محيط المستطيل، 4 زائد 2 في 2. 4 و2 كام؟ 6. 6 و2 بكام؟ ب 12. فممكن اعملها كده وممكن اعملها كده. شوف التمرين اللي بعده. الشكل المقابل مثل المستطيل ا ب ج د، بيستعان بالشكل الاكمل. ا ب بكام سنتي؟ طبعا احنا شايفينه قدامنا على المسطره اهي. ا ب بكام سنتي؟ ا ب من الصفر لغايه الاربعه 4 سنتي. ا د كام سنتي؟ ا د 2 سنتي. استنتج طولات ضلعين اخرين، طبعا ده مستطيل، وزي ما احنا عارفين مستطيل كل ضلعين متقابلين مالهم؟ متساويين في الطول. يعني لو ده 4 سنتي يبقى اللي فوقه كام؟ 4 سنتي، ولو ده 2 سنتي يبقى اللي قدامه كام؟ 2 سنتي، لان كل ضلعين متقابلين قد ايه؟ قد بعض. يبقى ج د بكام؟ ج د ب 4، ب ج بكام؟ ب ج ب 2. محيط المستطيل ايه؟ اجمع 4 زائد 2 زائد 4 زائد 2. 4 و2 كام؟ 6. و4 و2 كام؟ 6. 6 و6 كام؟ 12. طب لو عملت القانون بتاعي اللي هو الطول زائد العرض الكلي في 2، اجمع 4 زائد 2 في 2. 4 و2 كام؟ 6. ليه؟ عشان القوس بيتعمل الاول. 6 في 2 اهي 4 في 2 ب 6، 4 زائد 2 ب 6. طب الاثنين نزل زي ما هي، خلاص يبقى القوس تجمعه والستة تنزلها في مكانها. 2 في 6 بكام؟ ب 12. يطلع نفس الحل اللي احنا ايه؟ كنا عاملينه 12 ايه؟ سنتي. شوف التمرين اللي بعده. الطول بالسنتي، اكمل كمان بالمثال. الطول بالسنتي، العرض بالسنتي، المحيط. واعطيني القانون بتاع محيط المستطيل، الطول زائد العرض الكلي في 2، وبشتغل افتح قوس. عندي الطول ب 5 اهو، والعرض ب 3 اجمعهم، واللي 8 واللي يطلع نضربهم في 2 دي 16. تعال برضه زيها نفس الموضوع. طول 6 اهو زائد العرض 4 اهو، واضرب في 2. 6 و4 كام؟ 10. 10 في 2 بكام؟ 20 سنتي. طب اللي بعدها افتح قوس، طول زائد العرض واضرب في 2. 7 و3 كام؟ 10. 10 في 2 بكام؟ 20 سنتي. اللي بعدها طول زائد العرض الكل في 2. 10 و5 كام؟ 15. 15 في 2 بكام؟ ب 30. يبقى انا كده ايه؟ اجيب محيط المستطيل سهله خالص، الطول زائد العرض الكل في ايه؟ في 2. تعال نشوف الشكل المقابل يمثل مربع ا ب ج د، بالاستعانة بالشكل الاكمل. ا ب بكام؟ ا ب زي ما احنا شايفينها بكام سنتي؟ ب 3 سنتي. وده مربع، يعني مربع يعني اضلاعه كلها ايه؟ قد بعض، كل اضلاعه كلها متساوي، 3 3 3 3. طب محيط المربع بيساوي ايه؟ طول الضلع في 4، فاكينه؟ طول الضلع في 4، بدل ما اقعد اجمع الثلاثة 4 مرات وقلت 3 6 3 6 6 6 12، اضرب طول الضلع في 4. طول الضلع عندي بكام؟ ب 3. هما كام ضلع؟ 4. اضرب 3 في 4 بكام؟ ب 12 سنتي. تمام. شوف التمرين اللي بعده. يبقى محيط المربع القانون بتاعه ايه؟ طول الضلع في 4. طول الضلع المربع 5، يبقى محيطه 5 في 4 ب 20. طول الضلع المربع 7، يبقى اضرب 7 في 4 ب 28 سنتي. تمام. طب محيط المربع طول الضلع 4، يبقى محيطه ايه؟ 4 في ايه؟ طول الضلع في 4، 4 في 4 16 سنتي. طب 10، يبقى محيطه 10 في 4 ب 40 ايه؟ سنتي. شوف التمرين اللي بعده. اما المثلث اهو عندي اضلاعه كلها متساويه 3 سنتي، ولما يكون عندي مثلث اضلاعه كلها زي بعض يبقى زواياه كلها، خد بالك، كلها زي بعض، الاضلاع زي بعض، يبقى زوايا زي ايه؟ يعني الزاويه دي بتساوي الزاويه دي بتساوي الزاويه ايه؟ دي. المهم عندي اما احب اجيب محيطه هجمع المفروض 3 زائد 3 زائد 3 مجموعة الاضلاع. طبعا 3 زائد 3 زائد 3 معناها 3 مكرره كم مره؟ 3 مرات.
بكتب 3 في 3 هيديني كام؟ 9 ايه؟ سنتي. ولو جمعتهم برضه هيديني 9 ايه؟ سنتي. طبعا ده مثلث متساوي الاضلاع وحاد الزوايا، يعني زاويه من جوه ايه؟ تلاقيها صغيره، حد الايه؟ الزاويه. اما المثلث ده، ده مثلث قائم الزاويه، مثلث قائم ايه؟ الزاويه. طيب المثلث القائم الزاويه زي ما احنا شايفين ده، 1 ضلع 3، 1 ضلع 4، 1 ضلع 5، مفيش اضلاع زي بعضها، اسمه مثلث مختلف الاضلاع، مثلث مختلف ايه؟ الاضلاع. محيط المثلث دوت مقبضه مجموعته الاضلاع، هجمع الثلاثه زائد الاربعه زائد الخمسه، 3 و4 7، 7 و5 كام؟ 12 سنتي. برضه المحيط هنا محيط مثلث مختلف الاضلاع، هجمع 11 زائد السبعه زائد الخمسه، 11 7 كام؟ 18، 18 و5 بعد 18 19 20 21 22 23 يطلع 23 ايه؟ سنتي. هنا المحيط بالنسبه للشكل ده، هجمع طبعا طولي ضلعين متجاورين واضرب في 2، يعني 5 ضرب 4 في 2، 5 ضرب 4 بكام؟ 9 في 2 بكام؟ 18 سنتي. تمام، شوف التمرين اللي بعده. هنا بقى نركز شويه، انا عايز اعرف المحيط بتاع الشكل، واحنا اتفقنا محيط الشكل ايه؟ هو طول الخط الخارجي لاي مجسم، او طول الخط الخارجي، طول الخط الخارجي لاي شكل، سوري. المحيط طول الخط الخارجي لاي ايه؟ شكل. طب تعال نشوف كده. هنا عندي ده 2 سنتي وده 2 سنتي وده 2 سنتي، تمام. طالما ده 2 يبقى ده اللي زيه قدامه 2، ده 2 برضه اللي زيه اللي قدامه كام؟ 2. طب دي هنا 5 كلها 5 زي ما احنا شايفين اهي، دي 2 يبقى اللي قدامها 2. طب دي 2 سنتي فاضل كام على الخمسة؟ برافو، فاضل 3 عشان 5 خد منها 2 فاضل كام؟ 3 ايه؟ سنتي. محيط طبعا الشكل اللي قدامي ده هجمع مجموعة الاضلاع، هجمع كام؟ 2. خد بالك ركز معايا بقى، طبعا دي 3 باللي قدامها كام؟ 3 زيها. ينفع اجمع حاجه من جوه؟ لا، المحيط والخط الخارجي ما ينفعش اجمع حاجه من جوه. يبقى اجمع كام بقى؟ يلا كام 2 عندي؟ دي 1 2 3 4 5، 5 في 2 بكام؟ ب 10، 10 و3 13، 13 و2 15، 15 و3 18، ويطلع 18 ايه؟ سنتي، 18 سنتي. شوف التمرين اللي بعده اللي هو ده. ده 1 سنتي يبقى ده 1 سنتي عشان ده مستطيل، ده 1 يبقى ده 1. هنا باخد بقى العصافه دي كلها قد ايه؟ دي عباره عن الحته دي زيها بالظبط 1، ودي زي دي 1، واللي تحت دي كلها زي اللي فوق برضه ايه؟ 1. يبقى انا محيط الشكل ده طلع كام ده؟ ده طلع كله كام؟ 3 سنتي، 3 ايه؟ سنتي. وده 3 يبقى برضه اللي زيه 3 ايه؟ سنتي. طيب محيط الشكل مجموعة اطوال ايه؟ اضلاعه، مجموعة اطوال اضلاعه، يعني المفروض اجمع 3 ده 3 زائد 1 4 زائد 1 5، 5 و3 8، 8 و1 9، 9 و3 12، 12 و1 13، 13 و1 14. طب تعالى اتاكد بقى كده، ادي هنا 3 زائد هنا كام؟ ادي 1 2 3، 1 و1 2، 2 و3 كام؟ 5، 3 زائد 5 زائد 1 و3 4، 4 و1 5 يبقى زائد 5 زائد الواحد ده هيطلع كام؟ هيطلع 10 و3 13، 1 ايه؟ 14، فعلا 14 ايه؟ سنتي. يبقى انا بجمعها. بس اهم حاجه تاخد بالك ان الحته اللي فوق دي، دي عباره عن 3 حتت، اللي هي دي بواحد ودي بواحد واللي تحت برضه بواحد، هيطلع كلهم كام؟ 3 ايه؟ سنتي. شوف التمرين اللي بعده. مربع طوله 1 سنتي فين محيطه؟ طب احنا عرفنا محيط المربع يا اما اجمع اطواله، اجمع الواحد 4 مرات، بس طبعا انا كبرت خلاص ما عادش اعمل كده. امال اكتب ايه؟ طول الضلع في 4 اللي هو ايه؟ 1 في 4 بيساوي كام؟ 4. مستطيل طوله 2 متر وعرضه 150 سنتي، خد بالك كويس قوي. انا قلت متر وسنتي، ما ينفعش احل المساله كده. لازم اخلي الاثنين زي ايه؟ بعض. فال 2 متر دي احول متر سنتي، المتر بكام سنتي؟ 100. ف 2 متر بكام سنتي؟ ايه؟ المتر في 100 ب 2 متر بكام؟ ب 200 سنتي، برافو، 200 ايه؟ سنتي. هات بقى محيط المستطيل، اشتغل عادي، الطول اهو 200 زائد العرض 150 في 2. 200 و150 بكام؟ 350 في 2، الصفر ينزل، 2 في 5 ب 10 صفر مع الواحد، 2 في 3 6 و1 7 يطلع كام؟ 700 سنتي، يطلع كام؟ 700 سنتي. شوف التمرين اللي بعده. مثلث طول اضلاعه 4 5 8 سنتي، متواضع احسب محيطه.
محيط المثلث المفروض مجموعه اطوال ايه؟ اضلاعه. طيب انا عندي الاضلاع اهي، احطهم جنب بعض واجمعهم 4 زائد 5 زائد 8، يبقى انت جبت محيط المثلث 4 و5 كام؟ 9، 9 8 كام؟ 17 سنتي. 17 ايه؟ سنتي. تمام؟ قطعه ارض مثلث الشكل محيطها 200 متر. اذا علمت ان مجموع طولي ضلعين منها 140، اوجد طول ضلعها الثلث. يعني مثلا انا عندي قطعه ارض مثلث ولكن زي كده شكلها كده مثلا، ده المفروض لما اجمع محيط ده زائد ده زائد ده يطلع كام؟ 200 متر. قال لك مجموع طولي ضلعين منها 140، يعني الضلع ده والضلع ده ب 140 ايه؟ متر. فوجد طول ضلع الثلث. انا عندي المحيط ب 200، يعني المحيط محيط على مجموع اطوال اضلاع الشكل، مجموع اطوال اضلاع ايه؟ الشكل. طيب الثلاث اضلاع مجموعهم مجموع اربعه دي 200، طب اتنين منهم بس بكام؟ ب 140. اجيب الثلاث ازاي؟ اكمل ال 200 اوصل 140 لغايه ال 200، او اطرح ال 200 ناقص ال 140 ناقص ال 140. تمام؟ يبقى المحيط الشكل اهو كله 200، يعني مجموع الاضلاع كلها 200، وانا عندي اتنين بس منهم ب 140، عايز اعرف الثالث. اجيبه ازاي؟ اطرح ده ناقص ايه؟ ده. يبقى 200 ناقص 140 0 ناقص 0 هو الصفر، 0 ناقص 4 6 ده 10 ودي 1، 10 ناقص 4 6، 1 ناقص 1 0. يطلع طول الضلع الثالث كام؟ 60 متر. 60 ايه؟ وخد بالك ما حدش يعمل سنتي، لان دي ايه؟ قطعه ارض لازم تميز بقى بايه؟ بالمتر. شكرا. ها في الشكل المقابل ب ج د ه مربع، ب ج د ه مربع في الب 3 سنتي، الف ه 5 سنتي، ج د 4 سنتي. احسب محيط المربع ب ج د ه. محيط المربع ب ج د ه ادي اهو ب ج د ه، ده مربع. طب ده الضلع ده ب 4، ج د ب 4، يبقى كل واحد 4، ده 4 سنتي وده 4 سنتي وده 4 ايه؟ سنتي. محيط المربع اعمل ايه؟ طول الضلع في 4، برافو، اضرب ال 4 في 4 هيطلع كام؟ 16 سنتي. طب محيط المثلث قلب به اهي. طيب خد بالكم بقى هنا في نقطة، أنا عايز أقول حاجة، أنا عايز محيط المربع، إحنا جبنا محيط المربع مجموعة طول أضلاعه زي ما إحنا عارفين، أو طول الضلع في 4 اللي هي 4 في 4 في 16. محيط المثلث برضه مجموعة طول أضلاعه اللي هي 3 زائد 4 زائد 5 اللي هو الأضلاع دي 3 و4 و5 هيطلع كام؟ 3 و4 كام؟ 7، 7 و5 كام؟ 12 سنتي. طب محيط الشكل كله واحد، يقول لي زي ما انت ما اجمع، انا عندي 16 وعندي 12 اجمعهم. اقول لا خد بالك ما ينفعش اجمع 16 و12، 16 و12 هيطلع 28. ما اقول لك ما ينفعش دلوقتي. محيط الشكل كلي ا ج د ل، ا ج د ل، ناخد الاول كده بكام؟ ب 7 سنتي زائد 4 سنتي زائد 4 سنتي زائد 5 سنتي. يبقى 7، 7 جت منين؟ اللي هي 3 وال 4، 7 و 4 11 و 4 15 و 5 20. طب ينفع اجمع عمر جوه ده؟ لا. ليه بقى؟ لان ساعتها ده جوه والمحيط هو طول خط الايه؟ الخارجي، فما ينفعش اجمع الايه؟ اللي جوه. تعال نشوف كده بقى هنا. هنا 4 و4 8، 8 و7 15، 15 و5 يطلع كام؟ 20 سنتي. ماشي؟ 20 ايه؟ سنتي. اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني. اتعلمنا مع بعض المحيط ازاي نجيبه بالطريقه العاديه وازاي نجيبه برضه بالقوانين. عرفنا ازاي ان المسائل لازم اكون دقيق فيها وانا بحلها عشان ما اغلطش، وازاي احسب محيط اي شكل هندسي عن طريق معرفه مجموع اطوال اضلاعه وان انا اجمعهم مع بعض. واعتقد الموضوع كده بقى بسيط وسهل ان شاء الله، ونشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه. السلام عليكم.